ما هي أركان الصلاة؟ أغلبنا لا يعرف ما هي أركان الصلاة، ومعرفته مقتصرة على أركان الإيمان وأركان الإسلام. ولكن ما هي أركان الصلاة؟ وما هي واجباتها؟ وما الفرق بين الركن والواجب؟ أركان الصلاة 14 ركنا، وواجباتها 8، وسنن الصلاة كثيرة، منها القولية والفعلية. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، بل لا بد من الإتيان به، أما الواجب فيسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو. المقصود بسنن الصلاة ما عدا الأركان والواجبات، وقد أوصل بعض الفقهاء السنن القولية إلى 17 سنة، والسنن الفعلية إلى 55 سنة. ولا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، بخلاف الأركان والواجبات. أركان الصلاة: القيام في الفرض على القادر، تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، قراءة الفاتحة، الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره. You want me?